يعني حاجة فعلا يا كريم رائعة. وعايزة أقول لك بقى، لقطات امبارح ناس وقفت عندها، وفكرة هنا كريستيانو رونالدو واللي صلاح عمله فيه، يعني لا امبارح حتى رونالدو في الملعب كان باين عليه قد إيه هو مستاء أو في غضب، في يعني، ودي مشاعر طبيعية برضو، خلي بالك يعني طبعا. هو رونالدو برضو أسطورة كبيرة جدا، ويجي حد ياخد الأضواء بشكل يعني فظيع زي ما احنا شفنا، نقدر نقول فعلا صلاح أخرج كريستيانو كمان وميسي من المنافسة. يعني امبارح لو حضراتكم تشوفوا الجماهير وهي بتهتف وبتغني لمو صلاح، كان في زلزال كده في المدرجات وفي الاستاد، حقيقي يعني كانت ممتعة جدا. ده لو احنا هنتكلم لمشجعي ليفربول، لو هنروح لمان يونايتد كانت حالات من الحزن والزعل الشديد، وفي ناس بكت فعلا. وعايز اقول لحضراتكم طبعا زي ما تابعتوا، في ناس سابت يا كريم الاستاد ومشيت قبل ما المباراة كمان يعني تنتهي. فلا في حالة محمد صلاح عملها، فبجد بجد حاجة كانت مدعوة للفخر، مش أي فخر يعني. أعتقد محمد صلاح هو فخر القارة السمراء كلها زي ما بيتقال. لكن إحنا برضو مش عايزين كلامنا عن صلاح يخلينا نبعد شوية عن ما حدث في مباريات برضو أمس يا كريم، خاصة أننا بنتكلم هزيمة المان يونايتد بخماسية، يعني حاجة تقيلة برضو قوي. ده فريق مش يعني مش فريق صغير يا جماعة. وهزيمة كمان لو هنروح على الصعيد الثاني يا كريم، برشلونة من ريال مدريد برضو اللي حضراتكم تابعته، يعني حاجة غريبة قوي. وده خلينا بقى نروح للمديرين الفنيين، واحنا اتكلمنا في ده الأسبوع اللي فات يا كريم، سولشاير مع اليونايتد وكومن مع البارسا، يعني مصيرهم ايه؟ هل فعلا زي ما البعض بيتوقع في رحيل ليهم في الفترة اللي جاية ولا لا؟ خصوصا يعني الجماهير فعلا 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 في حالة غضب عارمة. وعلى كل حال يعني دي الصورة إلى حد ما، لكن في تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها في فقرتنا الحوارية مع الأستاذ أيمن جلبرتو.